الانجل هخليها بي ولتكن رقم ب60، واقول له ان انا عايز اعمل روتيشن حوالين محور زد. هنضغط على كوبي، هلاقي ان البارت حصل له روتيشن حوالين النقطة دي في اتجاه محور زد بقيمة 60 درجة ما بين كل بارت والتاني، ونمبر اوف كوبيز او عدد مرات التكرار كانوا 4. هنرجع ونشرح معنى دي زد ايه. كنترول وزد، عشان نرجع نعمل اندو، وهنحط قيمة فيها ولتكن 1000. ودي زد معناها ان انا بقول له اعمل كوبي روتيت حوالين النقطة اللي انا محددها لك وفي الانجل اللي انا محددها لك، ولكن كل مرة بتكرر الامر اطلع مسافة 1 متر في اتجاه محور زد، عشان انا كاتبها بالموجب هيطلع لفوق، لو كنت كاتبها بالسالب هينزل لتحت. هنعمل كوبي ونشوف تأثير الدي زد على البارتس اللي حصل لها روتيشن ايه. نعمل كوبي ونخلي الفيو 3 دي. هنلاحظ فعلا ان اول بارت موجود على ارتفاع 1 متر من البارت الاصلي، وتاني بارت موجود على بعد 1 متر في اتجاه الزد من اول بارت، وهكذا بيبتدي يزود 1 متر كل ما بيعمل كوبي جديد. وبكده عرفنا دي زد بتعمل ايه، وعرفنا ازاي نعمل كوبي روتيت. هنرجع تاني للايديت منيو، كوبي سبيشال تو انذر بلين، وده معناه ان انا بعمل كوبي للبارت من المستوى اللي هو فيه لمستوى جديد تاني. هيطلب مني البرنامج ان انا اختار اوريجن جديد. هقول له ان ولكن انا عايز اختار الكورنر ده. هيبتدي يطلب مني ان احدد الاتجاه البوزيتيف للاكس دايركشن، هقول له ده، والاتجاه البوزيتيف للواي دايركشن، هقول له ده. هيطلب مني ان اختار اوريجن، وده الاوريجن الجديد اللي البارت هيبتدي يعني يحصل له عمليه كوبينج عليه. هنختار وليكن ده، ونختار الاكس دايركشن في اتجاه مايل، والواي دايركشن في اتجاه اي اتجاه موجود قدامنا. البرنامج هيعمل لي كوبي للفوتنج دي في البلين اللي هو موجود قدامنا اللي انا حددته عن طريق 3 نقط، اللي هي الاوريجن والاتجاه الموجب لمحور اكس والاتجاه الموجب لمحور واي، في البلين الجديد اللي انا برضو حددته عن طريق نفس الـ3 مكونات دي، الاوريجن والاتجاه الموجب لمحور اكس والاتجاه الموجب لمحور واي، ولكن المره دي كان في بلين مايل. هتبقى لنا امر اسمه كوبي تو انذر اوبجكت. عشان نفهم الامر ده هنعمل كوبي للفوتنج اللي قدامنا في اي مكان، ونضيف كاميرا للفوتنجز الموجودة قدام، وهنضيف كاميرا كمان في اي مكان هنا. الهدف من الامر ان انا عايز اعمل عملية كوبي او انقل جميع البارتس المتصلة بالفوتنج دي، انقلها لي الفوتنج التانية بنفس اماكن تواجدها على البارت الاصلي. عشان نعمل الامر ده هنختار الاول البارتس اللي انا عايز اعمل لها كوبي، اللي هي عبارة عن هنا في المثال ده الكاميرتين دول، ونروح لقائمة Edit Copy Special to Another Object. هيطلب مني البرنامج ان اختار Source Object او البارت الاصلي اللي هو الفوتنجز اللي عليه كاميرات في المثال ده، وبعد كده اختار Destination Object او الاوبجكت اللي هيتتنقل له الكاميرات. هلاقي قدامنا ان الكاميرات فعلا اتنقلت بنفس اماكن تواجدها على الفوتنج الاصلية. الامر ده بيقلل لي كتير من الوقت وكتير من الخطوات، وبيقلل برضو احتمالية الخطأ. كده احنا دلوقتي اتعرفنا على ازاي اقدر اعمل كوبينج او موفينج بالطرق المختلفة الموجودة في تيكلاس رشرز.